الرحمن الرحيم، أعزائي طلبة طلبات كلية الطب في كل مكان، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات أونلاين سبيشال سنسوري موديول اللي احنا بندرس فيه السبيشال سنسز بالنيرفز والفيسلز اللي ريليتد للسبيشال سنسز دي. درسنا في مجموعة الفيديوهات السابقة بتاعت السبيشال سنسز الأوربت والماسلز أوف ذا أي والفيسلز أوف ذا أوربت والنيرفز أوف ذا أوربت. بعد كده في مجموعة محاضرات تانية اتكلمنا عن الإير بمشتملاتها، إكسترنال إير، ميدل إير، بالكونتنتس بتاعتها، واتكلمنا بعد كده على النيزل كافيتي والبارا نيزل ساينسز بالابلايد اناتومي بتاعهم. هنتكلم النهارده في الفيديو البسيط ده عن نيرف مهم جدا له علاقه بالسبيشال سنسز، لانه الكورس بتاعه له علاقه بالاير وخصوصا الميدل اير، وغير الكورس بتاعه من ضمن النيرف سبلاي او الفانكشنز بتاعته ان هو بيحمل تيست سنسيشن من الانتيرور تو ثيردز اوف ذا تانج، يعني من معظم تقريبا التانج، وله علاقه كمان بالجنرال سنسيشن بتاع الكونكا اوف ذا اير او المدخل بتاع الاكسترنال اوديتوري ميتس. علشان كده لازم ناخده في صوره كورس وامبورتنت ريليشنز، لكن مش كل الريليشنز طبعا، والبرانشات بتاعته كتجميعة كاملة للفيشيال نيرف. خدنا فكرة بسيطة عن الترمينيشن بتاعه لما خدنا الفيس والسكالب، وبعدين خدنا جزء منه لما خدنا النيوكلياي اوف كرينيال نيرفز. فأنا فضلت ان انا اسيب كل ده اجمعه كله في ليكتشر واحدة، وهنركز فيه ان شاء الله على الاناتومي، مش هركز قوي على النيورو اناتومي بتاعه، لان احنا اوريدي اتكلمنا على النيوكلياي اوف كرينيال نيرفز بالتفصيل لما خدنا النيورو ساينس موديول. هيبقى معاكم بالشرح والتوضيح دكتور احمد فريد، مدرس الاناتومي بيولوجي كليه الطب جامعه عين شمس. هيهمني في المحاضره دي ان انا افتكر معاك مع بعض كده، نفتكر الاوريجين اوف ذا فيشيال نيرف، نفتكر الكورس بتاعه بمنتهى البساطه من غير ديتيلز كتير علشان ما نتلخبطش، نفتكر الفانكشن بتاعته وازاي بيؤدي هذه الفانكشن، ونضيف في الاخر خالص كالعاده لازم نوت ابلايد اناتومي عشان الكيسز المختلفه اللي بتجينا في الامتحان، سواء كانت شورت اي سي كويستشنز او ام سي كيو. هنبدا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، حاول تصفي ذهنك معايا علشان هنتكلم عن مين؟ عن الفيشيال نيرف. سؤال كده تنشيطي، يا ترى الفيشيال نيرف ده عبارة عن ايه؟ ايه ده يا دكتور، وده سؤال برضو، ده احنا خلاص خلصنا نيورو ساينس وبنخلص السبيشيال سينسز، وبنخلص اصلا فضل لنا ترم ونخلص الاناتومي خالص. فيشيال نيرف طبعا هو السيفنث كرينيال نيرف، يا ترى هو موتور ولا سنسوري ولا باراسيمباتيك؟ ايه ده يا دكتور، برضو وده برضو سؤال، اكيد طبعا موتور وسنسوري وباراسيمباثيك. طب يا ترى سنسوري جنرال سنسيشن ولا سبيشال سنسيشن؟ الاثنين يا دكتور، جنرال وسبيشال سنسيشن. تعالوا بقى نتفرج على النيرف اللي فيه كل حاجه ده. اولا الاوريجين بتاعه، فاكر الصوره دي؟ دكتور بيفكرنا بنيورو اناتومي ليسنز بتاعه النيورو ساينس الموديول اللي فات اللي ما صدقنا انه خلص. ده الانتيرور اسبيكت اوف ذا برين ستيم، كان ده الميد برين، تحتيه البونز، تحتيه المضلة وبلونجات. طيب كان الفيشيال نيرف نصيب خروجه منين؟ هنعرف دلوقتي. كان نصيبه انه بيخرج من البونز، وبالتحديد من الفيرو اللي بين البونز والمضلة في حتة كده اسمها سيريبيلو بونتاين انجل. صح يا دكتور، العصب الخامس كان بيخرج من البونز من فوق، السادس كان بيخرج بين البونز والبيراميد، السابع والثامن كانوا بيخرجوا من السيريبيلو بونتاين انجل، من الانجل اللي بين السيريبيلم والبونز. جميل. كان يا ترى ايه النيوكلياي اوف ذا فيشيال نيرف؟ النيوكلياي بتاعته انا قلت لك هو سنسوري وباراسمباثيتك وموتور، يبقى كان لازم يبقى له 1 موتور نيوكليوس، 1 موتور نيوكليوس، ولازم يبقى له 2 سنسوري نيوكلياي، اثنين سنسوري، واحدة سبيشيال سنسوري نيوكليوس اللي هي النيوكليوس سوليتيريوس علشان الجزء بتاع الانتيرور تو ثيردز اوف ذا تانج، وكان بيشاركوا في النيوكليوس سوليتيريوس العصب التاسع والعاشر بالأمارة لو تفتكر، وكان له كونتريبيوشن للسباينال نيوكليوس اوف تريجيمينال عشان البين والجنرال سنسيشن اللي بيجي من الكونكا اوف ذا اير. الله، ده الدكتور احنا غاليين عليه قوي، ده بيفكرنا يعني، هو كاتب 1 موتور لكن بيقول لنا هي ايه، 2 سنسوري لكن بيقول لنا هما مين، اند 3 باراسيمباثيتك. الفيشيال نيرف ده يا شباب مسؤول عن اللاكريمال جلاند في السبيشال سنسوري موديول ده، خدناها مع الاوربت كان عن طريق اللاكريماتوري نيوكليوس، ومسؤول عن السب مانديبولر والسب لينجوال جلاندز عن طريق
السب مانديبولار جانجليون، تمام، وكان له علاقة كمان بالترجو بالاتاين جانجليون عشان النيزل والبالاتاين والفارينجيال جلاندز. يبقى دي كده عرفنا التلاتة نيوكلياي بتوعه اللي هي الانسرتن نيوكلياس علشان الفارينجيال جلاندز والاوربيتال جلاندز والنيزل والبالاتاين جلاندز، كان لاكريماتوري نيوكلياس علشان اللاكريمال جلاند، وكان السليفاتوري نيوكلياس عشان الصب مانديبولر والصب لينجوال سليفري جلاندز. حلو، يبقوا كده جمع كده يبقوا 3 نيوكلياي 6 نيوكلياي اوف اوريجين، حلو قوي، موجودين في اللور بارت اوف بونز، وبعد كده النيرف بيخرج عن طريق السيريبيلو بونتاين انجل عن طريق تو روتس. كل الاكسونز اوف ذا موتور نيوكلياس هتعمل لي الموتور روت، اهو اللي على الرسمه موتور روت اوف ذا فيشال نيرف. ودايما الموتور بنقول لك عليه الموتور از ميديال، لو تفتكر الترايجيمينال كان الموتور ميديال وكان هو الصغير والسنسوري كان هو الكبير، عشان الترايجيمينال يدوبك كان بيدي الماسلز اوف ماستيكيشن لكن كان اساسه السنسيشن اوف ذا فيس. تعال بقى للفيشيال، هتلاقي الموتور بتاعه كبير لانه رايح للماسلز اوف فيشال اكسبريشن، لكن السنسوري صغير لانه رايح يغذي سنسيشنز قليل، تمام. يبقى اذا الموتور روت ده لامم كل الموتور فايبرز او الاكسونز بتاعت الموتور نيوكليس بالامارة اللي كانت بتلف حوالين الابديوسنت نيوكليس وتعمل لنا الفيشيال كوليكوليس في الفلور اوف ذا فورث فينتريكل. لازم اديك كل المعلومات دي عشان تربط الاناتومي كله ببعضه، تمام، وكمان بيبان اهو في السيريبولو بونتاين انجل. يبقى ده الموتور نيرف او الموتور برانش او الموتور روت اوف فيشيال نيرف. اما بقيه السنسوري اند بارا سمباثيتك فايبرز هتعمل لي حاجه اسمها سنسوري روت اوف فيشيال نيرف او نيرفس انترميدياس الذي يقع ما بين الموتور روت وما بين الفيستيبولو كوكليير نيرف. يبقى التو روتس دول بتوع الفيشيال، رسمه جميله، الموتور ميديال وكبير، السنسوري لاترال وصغير، الموتور ميديال وكبير، السنسوري لاترال وصغير، سميناه انترميدياس حيث انه يقع بين الموتور روت اوف ذا فيشيال وبين الفيستيبولو كوكليير نيرف اللي هو الكرينيال نيرف رقم 8 اللي هنسمع عنه في الاوديتوري باثواي. يبقى كده عرفنا الاوريجين، حلو، خرج من البرين ستيم من السيريبيلو بونتاين انجل. كيف سيترك الكرينيال كافيتي؟ بمنتهى البساطه سوف يدخل في الانترنال اوديتوري ميتس اللي موجوده في البوستيرو كرينيال فوسا، هيخش في الانترنال اوديتوري ميتس يلاقي نفسه بقى جوه البيتريوس بارت اوف ذا تيمبرال بون، ويلاقي نفسه جوه الانر اير. يلاقي نفسه فين؟ في الانر اير. يمشي لاترالي عشان يوصل للميديال وول اوف ذا ميدل اير التي تفصل الميدل اير عن الانر اير. منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي يا دكتور. هو دخل في الانترنال اوديتوري ميتس لقى نفسه في الانر اير، يمشي لاترالي عشان يوصل للميديال وول اوف ذا ميدل اير التي تفصل الميدل اير عن الانر اير. فاكرين الصوره دي؟ فاكرينها يا دكتور. ده انتيرير وول اوف ذا ميدل اير اللي كان داخل منها الاوديتوري تيوب والتنسور تيمباناي ماسل. طب واللي ورا دي؟ دي البوستيرور وول اللي كانت بتفتح على الماستويد اير سيلز. فاكرين؟ طب فين اللاترال وول في الصوره دي؟ انا شايلها يا دكتور، اللي هو التيمبانيك ممبرين شايله وباصص على الميدل اير لاترالي من اللاترال سايد بتاعها. فلو دخلت لجوه هلاقي الميدل او الميديال وول. فاكرين الميديال وول كان فيها ايه؟ كان فيها البرومونتري اللي كان معمول بسبب وجود البيزل تورن اوف ذا كوكليا، وكان فوق البرومونتري اوفال ويندو مسدود بالستيبز، وكان تحت البرومونتري راوند ويندو. فاكرين؟ وفوق خالص كده كان فيه البروجيكشن بتاع الفيشيال كانال وهو ماشي في الانر اير، وبعدين قام داخل في الميديال وول اوف ذا ميدل اير. عشان كده كل ده بنسميه الانترا بيتريوس بارت اوف ذا فيشيال نيرف. يسيب الكرينيال كافيتي بانه يخش جوه الانترنال اوديتوري ميتس، يمشي في الانر اير، ثم يبان في الميديال وول اوف ذا ميدل اير ويمشي لورا كده لحد ما يوصل للبوستيريور وول اوف ذا ميدل اير، ويقوم نازل فيرتيكالي عشان يخرج بره الجمجمه خالص من فورامين اسمه ستايلو ماستويد فورامين. يبقى هو رحلته كالاتي بمنتهى البساطه من غير ديتيلز، خرج من البرين ستيم من السيريبيلو بونتاين انجل باتنين روتس، موتور ميديال وكبير، سنسوري لاترال وصغير.
دخل في الانترنال اوديتوري ميتس، لقى نفسه في الانر اير، وقام ماشي على الميديال وول اوف ذا ميدل اير التي تفصل الميدل اير عن الانر اير، وكان ده الهوريزونتال بارت بتاعه، ثم نزل فيرتيكالي حتى يخرج من الجمجمة تماما من الاستايلوماستويد فورامين. تمام. وبعد كده اول ما يخرج من الجمجمة من الاستايلوماستويد فورامين يلاقي نفسه دخل جوه الباروتيد جلاند، ويبقى ده الاكسترا كرينيال بارت بتاعه، يخش من البوستروميديال اسبكت اوف ذا باروتيد جلاند، ويبقى احد الكونتنتس اوف ذا باروتيد جلاند ذا موست سوبرفيشال ستراكشر ان ذا باروتيد جلاند، مع الريترو مانديبولار فين ومع الاكسترنال كاروتيد ارتري. فاكرين يا دكتور؟ ويقوم منقسم الى تو مين تيرمينال برانشز، تيمبروفيشال برانش سوبيريورلي اند سيرفايكوفيشال برانش انفيريورلي، تيمبروفيشال برانش سوبيريورلي اند سيرفايكوفيشال برانش انفيريورلي، ومن عند الانتيريور بوردر بينيث ذا انتيريور بوردر اوف ذا باروتيد جلاند يخرج بالتيرمينال 5 برانشز بتوعه اللي خدناهم في الفيس، اللي هم بيخرموا الانتيروميديال سيرفيس of the parotid gland ويخرجوا beneath the anterior border ويدوني temporal zygomatic buccal marginal mandibular and cervical terminal branches. ولازم اقولك على معلومة خطيرة جدا، الفيشيال نيرف بعد ما بيخرج من الستايلوماستويد فورامين بيدي كل البرانشات موتور، ومالوش علاقة لا بسنسوري ولا بباراسمباثاتيك. حطها على جنب دلوقتي في دماغك، هحتاجها بعد شوية. تمام. يبقى تاني، لو الصوت سابق الصورة او الصورة سابق الصوت، قدامك الدواير ملونة الحاجات اللي انا عايزها. بمنتهى البساطة ما ترغيش كتير، الفيشيال نيرف لو كورس جوه البيتريس بون في الانر اير والميديال وول اوف ذا ميدل اير، وبعدين يخرج من ستايلوماستويد فورامين. اكسترا كرينيال كورس ماشي جوه الباروتيد جلاند، وبعدين يدي 5 تيرمينال برانشز. ماشي. بعد ما يدي سيرفايكو تمبرو فيشيال الاول وسيرفايكو فيشيال يعملوا بليكسس جوه الباروتيد جلاند، يقوم خارج بقى بالفايف تيرمينال برانشز بتوعه، تمبرال زيجوماتيك باكال مانديبولار اند سيرفايك. تعال بقى نتكلم على الفانكشن العامه بتاعه هذا الفيشيال نيرف. انا قلت لك انه موتور وسنسوري وباراسمباثاتيك. يا ترى موتور لمين؟ موتور للمسلز اوف فيشيال اكسبريشن زائد البوستيرور بيلي اوف دايجاستريك، واتنين اس ستايلو هيويد اللي ماشي عليها، واستابيدياس اللي موجوده في الميدل اير. ستايلو هيويد اللي ماشي على البوستيرو بيلي اوف دايجاستريك، واستابيدياس اللي موجوده في الميدل اير. تمام. اللي كانت بتمسك في النيك اوف ذا ستيبس وتقول لها ما تخبطيش جامد على الاوفال ويندو لو كان الصوت عالي. وبيجيب التست سنسيشن من الانتيرور تو ثيرد اوف ذا تانج والسوفت باليت، وبيجيب جنرال سنسيشن من الكونكا اوف ذا اير. تمام. يبقى ادي الجنرال سنسيشن له علاقة بالسباينال نيوكليس اوف تريجيمينال، في كونتريبيوشن كده واصله قلناها في الكرينيال نيرفز نيوكلياي، وله السبيشال سنسيشن بتاع الانتيرو تو ثيرد اوف ذا تانج مع السوفت باليت. يبقى كده خلصنا الموتور والسنسوري. الباراسمباثاتيك لللاكريمال جلاند عن طريق تيرجو بالاتاين جانجليون، سب مانديبولار وسب لينجوال جلاندز عن طريق السب مانديبولار جانجليون، والجلاندز اوف ذا باليت وفارينكس والنوز عن طريق برضه التيرجو بالاتاين جانجليون. حلو قوي. يا ترى بعد ما جمعنا نفسنا كده ولمينا الفيشيال نيرف وعرفنا ان هو بيدي ايه، ايه بقى تفاصيل البرانشز بتاعته؟ والله هتلاقي بيدي برانشز في البيتريس بون، وهيدي برانشز عند الستايلوماستويد، وهيدي برانشز عند الباروتيد جلاند. تعال نتكلم عن البرانشز اللي خارجه جوه البيتريس تيمبرال بون، يعني هو في الاير كافيتي. اول واحد اسمه جريتر بتروزال نيرف، كل اللي انا عايزك تعرف تفاصيله ان هو شايل البارا سيمباثاتيك بري جانجليونيك فايبرز اللي رايحه تعمل ريلي في التيرجو بالاتاين جانجليون، تيرجو بالاتاين جانجليون. وفي نفس الوقت هذا جريتر بتروزال هيخرج من السنسوري جانجليون اوف ذا فيشيال نيرف اللي موجوده في الاير اللي اسمها جينيكوليت جانجليون، وبعدين هيتحد مع الديب بتروزال نيرف، فاكر، عشان يعمل النيرف اوف تيريجويد كانال، فاكرين يا دكتور، عشان يخش جوه التيريجو بالاتاين جانجلون ويعمل ريلي، السيمباثاتيك فايبرز ما تعملش ريلي، اما البارا سيمباثاتيك فايبرز تعمل ريلي. يبقى ده جريتر بتروزال نيرف. كويس، هايل. طب بيدي ايه تاني؟ بيدي الكوردا تيمباناي. كوردا تيمباناي يعني الكورد اللي عامل زي الحبل
اللي موجود في التمباني كافيتي كور ده تمباناي ده بيشيل بري جانجليونيك بارا سمباثاتيك فايبرز رايحه تعمل ريلي في السب مانديبولر جانجليون عشان السابلينجوال والسب مانديبولر سليفري جلاندز, وفي نفس الوقت ده اللي بيجيب الافرنت تيست فايبرز من الانتيرور تو ثيردز اوف ذا تانج. تمام, بيلتحق هذا الكوردا تيمباناي كلنا عرفنا لما خدنا المانديبولر نيرف انه بيلتحق باللينجوال نيرف, باللينجوال نيرف, وبعد كده اللينجوال نيرف ده بيعلق الجانجليون اللي اسمها سام مانديبولر جانجليون. فاكرين فاكرين يا دكتور؟ يبقى اذا الكوردا تيمباناي ده تاني برانش بيخرج في البيتريس بون كافيتي من جوه وبيبقى مسؤول عن البري جانجليونيك بارا سمباثاتيك فايبرز, بس اللي رايحه فين؟ للسليفري جلاند سابلينجوال سام مانديبولر. يعمل ريلي فين؟ في السمانديبولر جانجليون. يلتحق بمين؟ باللينجوال نيرف اوف ذا مانديبولر. يبقى انا عندي اتنين برانشز بارا سمباثاتيك مهمين جدا. الجريتر بتروزل رايح يعمل ريلي في التيريجو بالاتاين جانجليون بعد ما يقابل الديب بتروزل ويعمله النيرف اوف تيريجويد كانال, والكوردا تمباناي رايح يعمل ريلي فين؟ في السمانديبولر جانجليون. ومنساش نيرف تو ستابيديس اللي راح يغذي الاستابيديس ماسل اللي موجوده في الميدل اير اللي كانت ماسكه في النيك اوف ذا ستيبلز اللي قلناها لما خدنا الاناتومي اوف ذا اير لو انت فاكر معايا المحاضرات اللي فاتت. يبقى هو بيدي ثلاثه جروبز اوف برانشز. اول جروب جوه الاير كافيتي او جوه البتريس بون اللي هو جريتر بتروزال الباراسمباثيك والكوردا تمباناي الباراسمباثيك الثاني وان موتور نيرف تو ستابيديس. تمام, طيب بعد كده كل ما هو متبقي هو موتور فايبرز او موتور نيرفز من عند الستايلويد فورامين او الستايلوماستويد فورامين قبل ما يخش الباروتيد جلاند, بيدي بوستيرور اوريكولار نيرف اهو عشان يرجع يغذي الاوكسيبيتال بيلي اوف اوكسيبيتو فرونتاليس, وبيدي البوستيرور بيلي اوف دايجاستريك والستايلوهايويد في نيرف اسمه ستايلوهايويد نيرف فور ستايلوهايويد ماسل ودايجاستريك فور بوستيرور بيلي اوف دايجاستريك. واضح جدا ان التلاتة موتور. يبقى دي تاني جروب اوف برانشز ات ذا ليفل او بيلو على طول جاست بيلو ذا ستايلوماستويد فورامين, بيدي تلاتة موتور برانشز فور اوكسيبيتال بيلي اوف اوكسيبيتو فرونتاليس بوستيرور بيلي اوف دايجاستريك اند ستايلوهايويد. تالت جروب اوف برانشز بعد ما بيخرج من الباروتيد جلاند وبالمنظر اللي احنا عارفينه تيمبرال برانشز طبعا هتروح للمسلز اوف ذا فيس من فوق مع الفرونتال بيلي اوف اكسيبيتو فرونتاليس وطبعا مع الاوربيكولاريس اوكيولاي, بعد كده الزيجوماتيك برانشز علشان برضو الاوربيكولاريس اوكيولاي من تحت, وبعدين البكل علشان الباكسينيتور والمسلز بتاعت الابر ليب, والمانديبولر عشان المسلز بتاعت اللور ليب, والسيرفايكال عشان البلاتيزما. تخرج من كل اللي انا قلته ده ان الفيشال نيرف بيرمي كل السنسوري نيرفز بتاعته وكل الباراسمباثاتيك نيرفز بتاعته وهو جوه البيتريس بون, يخرج من الستايلوماستويد فورامين بيور موتور برانشز. علشان كده لو حصل ليجن تحت الستايلوماستويد فورامين ذا ليجن ويل بي بيور موتور افكت, العيان مش هيجرى له حاجه في السنسيشنز خالص, كل اللي هيبقى عنده مشكله الموتور انرفيشن بس, لان كل البرانشز اوف ذا فيشال نيرف من تحت الستايلوماستويد فورامين ار بيور موتور نيرفز, وهو ساب كل السمباثاتيك كل الباراسمباثاتيك بتاعه كل السنسوري بتاعه لما كان في البيتريس بارت اوف ذا تيمبرال بون اللي هو جريتر بتروزال نيرف اند كوردا تيمباناي. هو ده اللي انا عايزك تركز عليه, دي التركات اللي بتيجي في الاسئله. ماشي, ايه بقى الابلايد اناتومي بتاعنا كده؟ انا عرفت الاوريجين اول هدف من اهداف المحاضره, تاني حاجه عرفت الديستريبيوشن والديتيلز اوف برانشز, تالت حاجه عارف الابلايد اناتومي بتاعنا. واول ابلايد اناتومي هضحك عليكم مش هشرحه لك لان قلته قبل كده لما اتكلمت على النيوكلياي اوف كرينيال نيرفز, بقول لك سي ذا ديفرنس, لازم تجمع كل حاجه وما تدرسش كل حاجه منفصله. ايه الفرق بين الابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن وذا فيشال نيرف ان ذا نيورو اناتومي؟ هقول لك المفتاح بس وانت روح بقى ايه افتح الباب. المفتاح بيقول ان النص الفوقاني بتاع الموتور نيوكليوس اوف ذا فيشال نيرف المسؤول عن تغذيه النصف العلوي من عضلات الوجه بيجي لها بايلاترال كورتيكو نيوكليير فايبرز من التو سايدز اوف ذا برين
من التو سيريبرال هيمسفيرز. اما اللور هاف اوف ذا موتور نيوكليوس اوف ذا فيشال نيرف المسؤول عن تغذيه اللور هاف اوف ذا فيس بيجي لها كونترا لاترال كونترا لاترال كورتيكو نيوكليار فايبرز بس. فعلشان كده لو حصل ابر موتور نيورون ليجن بيفرق عن اللور موتور نيورون ليجن. مين الليجن اللي بيبقى فيه الابر هاف واللور هاف اوف ذا فيس متاثرين، مين الليجن اللي بيبقى فيه اللور هاف بس اللي متاثر؟ فهمت انا اقصد ايه؟ اديني اديتك المفتاح، روح اعمل سيرش عليها وهو ده الهوم وورك بتاعك عشان تعرف الفرق بين الابر موتور نيورون واللور موتور نيورون ليجن من حيث الاسباب، من حيث الافكت، من حيث شكل العضلات هتبقى عامله ازاي، واني عضلات بالظبط اللي هتتاثر، اللي فوق ولا اللي تحت، ويمين ولا شمال، ولا الاثنين فوق وتحت. ماشي، انا كده اديتك المفتاح، مطلوب تروح تعمل سيرش عليها. تاني حاجه بقى اللي هو له علاقه بشغلنا احنا بقى كاناتومي عادي مش كنيورو اناتومي، اللي هو الليجن او الاديما اللي بتحصل للفيشال نيرف مع ضربات البرد او مع التعرض لتيارات هواء مفاجئه، وخصوصا ان احنا في الايام دي بنسجل المحاضره في شهر ديسمبر، يعني ناخد بالنا من تيارات الهواء الشديده اللي ممكن تعمل لنا انفلاميشن للفيشال نيرف. يحصل له اديما وهو خارج من الاستايلوماستويد فورامين اللي هو عباره عن فورامين عظمي لا يقبل التمدد، فالنيرف لو حصل له اديما في الفورامين ده هينضغط على الموتور فايبرز بتاعته، هيبقى في بيور موتور لوس او بيور موتور افكت على الابسي لاترال سايد اوف ذا فيس، وده بنسميه بيلز بولسي. بنسميه بيلز بولسي يعني جميع الموتور فايبرز اللي خارجه من الفيشال نيرف تحت الستايلوماستويد فورامين هتتاثر، يعني وطبعا ده هيبقى ابسي لاترال ليه، لان ده بريفرال نيرف ليجن عادي خالص، يعني الفيشال نيرف الشمال في الست دي وهو في الستايلوماستويد فورامين حصل له اديما وحصل له التهاب فاتزنق في الستايلوماستويد فورامين، فالبرانشز اللي خارجه منه على نفس السايد اوف ذا فيس اتاثرت، فحصل لها باراليسز اوف اول ماسلز اوف ذا ابسي لاترال فيس. باراليسز او ممكن نقول باريسز يعني ضعف، مش باراليسز كامل، لانه الحمد لله لما بتلحق بيتعالج والدنيا بتفك ان شاء الله، وبقى قليل قوي ان احنا نشوف ناس عندهم بيلز بولسي يسيبوا عاهه بعد كده في وشهم، لا بيتعالجوا ان شاء الله الدنيا بتبقى تمام، بس المهم يلحقوه بسرعه ويعالجوه بالعلاج المناسب. تمام، هتلاقي ان مفيش رينكلز في الفور هيد عشان الاوكسيبيتو فرانتاليس حصل لها باراليسز. هتلاقي العيان او العيانه مش قادر يعصر عينه قوي، مش قادر يقفل عينيه، فلازم من ضمن العلاج نديله حاجات مرطبات للعين ودموع صناعيه وكده عشان عينه ما تفضلش مفتوحه وتنشف. وهتلاقي بقى منطقه الخد بمنطقه اللور بارت اوف ذا فيس تقول للعيان وريني اسنانك، كانك بتبتسم او بتكز على اسنانك وعايز اشوف سنانك شكلها ايه، تلاقي العيان يفتح بقه بالمنظر ده عشان يوريك سنانه ويشد على شفايفه من الناحيتين، تلاقي الهيلثي ماسلز على الناحيه اليمين تشد الانجل اوف ذا ماوث فوق كده، وتلاقي الحته اللي فيها مشكله النيزوليبيال فولد تلاقيه فلات، تلاقيه مش موجود اصلا عشان العضلات هنا فيها باريسز وفلاسيد يعني مرخرخه، وتلاقي الانجل اوف ذا ماوث ساقطه كده الناحيه اللي فيها تاثير، ولا قدر الله كل ما يجي يشرب ميه الراجل ده او الست دي او ياكل تلاقي فيه سلايفا تنزل من الانجل اوف ذا ماوث هنا، لان الباكسينيتور فيها مشكله اللي بتمنع تجمع الاكل في الفيستيبيول اوف ذا ماوث، فدايما بنخليهم يشربوا في شاليمو او بيشربوا شويه بشويه عشان ما يحصلش افكت او ما يحصلش دروبلينج او دروبينج اوف سلايفا من المنطقه دي. تمام، زي ما انت شايف باكد على معلومه ان ممكن يحصل ابر موتور نيورون ليجن في الفيشال نيرف هيبقى له خصائص معينه، لكن لما يحصل لور موتور نيورون ليجن بالتحديد عند الستايلوماستويد فورامين بيبقى بيور موتور افكت، وبيبقى مفيش مشاكل في السنسيشن خالص، وبيبقى في الابسي لاترال هاف اوف ذا فيس فوق وتحت. تمام، واهم الاعراض ان يجي يرفع حواجبه ما يقدرش يرفع حواجبه، يجي يقفل عينه جامد ما يقدرش يقفل عينه، تقول له وريني اسنانك او ابتسم ابتسامة تخلي سنانك تبان، تلاقي الماوث يتشد ناحية الهيلثي سايد كده، والناحية الافكت تلاقيها فلاتند كده واللور ليب نازل والدنيا فلات بالمنظر اللي انت شايفه ده. وبكده نكون في اقل من نص ساعة جمعنا مع بعض الفيشيال نيرف، رجعنا